يا قوي يا قادر، يا قاهر يا منتقم يا ظاهر، انصرني انصرني وقدرني على كل عدو من الجن والإنس. العون 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 العون. احضروا وبينوا، احضروا وبينوا يا معاشر الأرواح الطاهرة الزكية. انزلوا على عمار هذا المكان بالطيبة والهيبة والوقار والسمع والطاعة. يا صاحب اللطف لطفك بينا، والسمع يا صاحب اللطف لطفك بينا، يا صاحب اللطف كرمك علينا يا صاحب اللطف. بارك الله فيكم وعليكم، بارك الله فيكم. مين؟ ديانتك ايه؟ عشيرتك ايه؟ وحدك؟ ايوه يعني قد ايه يعني؟ طب ليه اذيتها؟ ابعد لو اذوك. تعال هنا صلاح. ابعد ابعد لو اذوك. احمونا احمونا يا لطيف اللطف، احمونا يا لطيف اللطف، يا لطيف اللطف، يا لطيف اللطف. اطلبينا في مكرمك، يا لطيف اللطف. اطلبينا في مكرمك يوم قدير. يا لطيف اللطف، يا لطيف اللطف، يا لطيف اللطف. يعني انت يا انس حاضر اللي بيني وبين علي وخوفه عليها، وان انا عملت اللي عشان اجيبها جنبي تقوم تشيلها بودره؟ يا بني ادم افهم، مين اللي هيتجنن في دماغه ووقف ست زي القمر كده وهلعها دوما من الباب للطرق؟ وبعدين كلها 3-4 ساعات وتوصل في السلامه، تقفش التلات بواكي. يعني انا هسافر لوحدي مش هركب معاك ولا عربية؟ صح. لا 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 لا، انا هلبس انا البتاع ده وقابلك في اي حتة ادهولك. تقابلني فين يا عم؟ اتحط في مكانك انت، لو خطيت خطوة واحدة هتتقفش وتروح في داهية. اللي اقولي بالصلاة على النبي، هي البتاعة دي فيها قد ايه؟ بصيلي يا ست، الموديل ده فيه 40 جيب، كل جيب فيه كيس ب75 جرام، يعني انت هيبقى حضنك 3 كيلو حلاوه. 3 كيلو بودره وعايز تديني 3000 جنيه؟ ليه؟ هو كيلو البودره بكام؟ ما تزغرتي بالمره وتجيب لنا البوليس. فتونه انا خايف عليك من المشوار ده. يا عم انت بتتكلم في ايه؟ بقول لك 3000 جنيه قليلين. ما قليلين الصراحه. طب ما اكلم صاحبك. بقول لك جنيه زياده، ده مبدا عندي. بعدين قوم البسيه وادعي انه يجي على قدك. يلا يا قمر. اللي مكتفين اجداد قوي وغضبانين عشان وقعت على واحد فيهم. طب هنعمل ايه بقى في المصيبه السودة دي؟ انا عندي اللي صالحنا عليهم، بس عقبال ما استدعيهم نتفق فيها كام يوم كده. غضبانين ايه ووقعت على حد؟ انا مش مصدق الكلام ده صراحه. ما احنا البني ادمين كده جهله، ما بنصدقش اللي بنشوفه بعنينا. طب يا ستي، عشان يحصل اللي انت بتقولي عليه ده ويتم الصلح مع الجماعه دول، ايه المطلوب؟ عايزه بخور بس غالي شوية، ب5000 جنيه. أقول لك عليه وجيبه وأنت ماشي، تديني فلوس وأجيبه أنا ماشي، اللي أنت عاوزه. طب أنا عندي حل كويس، أدي لحضرتك دلوقتي 3000 جنيه ولما يكمل المبلغ أكملهم لك الخمسة. تبقى تجيب أنت البخور، دي حاجات غالية وتمنها بالدفع مقدم، أنا لسه ما اتكلمتش على أي فلوس ليا. خلاص يا حاج صلاح، إديني دقيقة أروح أجيب لك 5000 جنيه. أنا هاجي معاك يا محروس. استنى أنت. بص على مراتك. هي ام صباح خير ان شاء الله. مبروك عليك الجوازه الثانيه يا عسليه. بالصلاه على النبي، متفصل عليك بالملي. بس تقيل وزي الدهيه ومحدش يقدر يستحمله. قول لي بقى والنبي يا اخويا، احكي لي المشوار واحده واحده كده. هو احنا هنحكي في المحكي؟ مكتبه لك في ورقة أحسن. جرى إيه؟ فتون، لو مش هتقدري قولي لي. ليه؟ شايفني غرقانة في عرقي ولا ركبي عمالة بتخبط في بعض؟ إديني نمرة الراجل بتاع رمسيس عشان مش معايا. هو اللي هيكلمك. طب ولو ما توصل مدينة السلام إيه اللي هيحصل؟
التاكسي هيوصلك لحد الشقة، هتطلعي دقيقتين تقلعي الجيلي وتنزلي، التاكسي هو هو هيجيبك للشقة عندي. شقتي دي اللي هتطلع تقلع فيها؟ اللي هتستلم منك اسمها سيدة فتون. أنا عايزك هادية وراسية، الحكومة عادي ممكن تطلع القطر ولا يهمك، أنت برنسيسة ومحجوز لك درجة أولى. فتون خلي بالك من نفسك يا أخويا. هو أنا رايح أحارب قطيعة بلانيلة؟ سلام عليكم. سلام يا وحش. جرايا يا أنسي. جدع راجل يعني. تشيل حديد. بص ايديك يا كوثر ما توضحنيش. خمار. بسم الله ما شاء الله. ايه الجبروت ده يا بت؟ تتجوزي واحد وانت على ذمه التاني. اسكتي يا كوثر اسكتي. انت هربتي لما راشد قتل الونش. اسكتي بقولك اسكتي. هسكت بس قوليلي، الناس دي دافيعه ومعاها فلوس؟ ما انت هتاخدي 5000 جنيه، عايزه ايه تاني؟ ال 5000 دول علاج سلفتك، اما علاجك انت بقى فمعايا انا ب 25000 جنيه يا حبيبتي. علاج ايه؟ علاج ايه؟ علاج الفضيحة اللي هعملها لك قصادنا سايبك الجداد يا عسلية. أنا هجيب لك 25000 جنيه منين؟ من جهنم، أنا مالي؟ أنت مستني عليا أسبوعين بس، هضحك علي بأي كلمة عشان أجيب لك المبلغ. أسبوع. ولو ما جبتيش الفلوس يا حبيبة قلبي، هقول له جوزك على المستخبي كله يا عسلية. أول مرة أعرف إن في دخول ب 5000 جنيه. يلا المهم توقف على رجليها للسلام. أيوة يا معلم أنسي. تليفونها اتقفل. يا معلم القطر وصل في ميعاده. أنا دخلت لحد رصيف وشفته. خليك في مكانك وما تتحركش. أكلمك تاني. سلام. البنت اتمسكت يا أنسي؟ مسكتش. أنا سامع المكالمة مع الواد. تليفونها اتقفل أول ما وصلت المحطة، يعني الحكومة مسكتها. علي لما يخرج هيصبغ وشي. المرة دي طمعت في اللي شايلها يا راشد. مستحيل. فتون ما تعملش كده فيا. إيه يا عم؟ ما تفحض الله كده. ايه مالك؟ اجيب لك ميه؟ لا ما تسيبنيش وانا بكلمك، خليك مؤدب. سيبوه يلا. ماشي يا علي. يلا بينا. تعالى.